بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. الحقيقة حلقة النهاردة استكمالا للحلقات اللي احنا عملناها عن الإبل، ويمكن احنا قلنا يا جماعة قبل كده انه الاهتمام بتربية الإبل في مصر فيها الحل الحقيقي للعجز البروتيني، للعجز البروتيني الموجود في مصر. احنا ما فيش شك عندنا عجز في اللحوم وبنستورد كميات كبيرة. الحل في الإبل، واتكلمنا قبل كده في حلقات سابقة ان موضوع الإبل موضوع سهل، وتربية الإبل من اسهل ما يكون. الإبل بتاكل اي حاجة وبتشرب اي مية حتى لو كانت مياه مالحة. حتى واحنا يمكن نشدنا السادة المحافظين بالذات في المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي، ومعظم طبعا محافظات الوجه الإبلي، ان احنا مش محتاجين اكتر من 50 فدان يتم زراعتهم باشجار مختلفة، ثم تربية الإبل في هذه المساحة بطريقة سهلة، وممكن يبقى عندنا تنمية للإبل في مصر اللي هي موجودة في دول كثيرة جدا وبتعتمد عليها اعتماد كلي في إنتاج البروتين وأيضا الألبان. لكن للأسف في مصر استهلاكنا من لحوم الإبل أو الإبل بتشارك ب10% فقط من احتياجاتنا من اللحوم ومن الألبان. استكمالا لسلسلة الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها عن الإبل وأهميتها لسد عجز البروتين في مصر، هنتكلم النهاردة عن الألبان، ألبان الإبل كغذاء و كدواء في نفس الوقت، استكمالا للحلقات السابقة. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، الزميل العزيز الأستاذ الدكتور أحمد موسى، الأستاذ المساعد بقسم بحوث الإبل بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. دايما حلقات حضرتك مميزة والموضوع شيق ومهم. ربنا يخليك، هو الموضوع طويل بس طولنا عليكم شويه يعني. لا لا يا فندم، احنا انا يمكن زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الهوا ان انا بصفه شخصيه مهتم جدا بهذا الموضوع، وعاوزين نتكلم فيه باستمرار لغايه اما صوتنا يصل فعلا ويتم الاهتمام بتربيه الابل في مصر. برافو عليك، هو ده المطلوب. هنستمر نتكلم وعندنا نتكلم ومش هنسكت الا لما الناس تحس بينا ولما الابل تاخد دورها وتاخد الاهتمام اللائق بيها. زي ما حضرتك قلت، الإبل بتشارك ب10% فقط من احتياجنا من البروتين الحيواني سواء ألبان أو لحوم. احنا ليه بنزود؟ دي نسبة ضئيلة جدا. دي نسبة ضئيلة طبعا، يعني في دول تانية بتبقى 100%. بس هو طبيعة بيئته وطبيعة سكانه وطبيعة دولته هي كده، ما تسمحش بتربية الأبقار والجاموس زي عندنا. فإحنا من فضل الله علينا إن إحنا المناخ بتاعنا متنوع، بيسمح بده وبيسمح بده. عندنا الدلتا والوادي اللي بنربي فيها الأبقار والجاموس، ودي تستمر في مجالها وفي عملها في إمدادنا باللحوم والألبان. ومساحات قليلة، إحنا معظم مصر صحراء يا فندم. عندنا بقى إحنا نخش بقى على الصحراء بقى اللي هي موجود فيها الإبل، اللي هي مش هتنافس الحيوان ده بل هتكون مكمل ليه. هي هتكون مكمل للأبقار والجاموس في النهاية. فإحنا ليه ما يبقاش 20 وليه ما نزودش؟ ليه؟ نزود سهلة ومتاحة، وإن شاء الله بعد ما نتكلم هنشوف التوصيات اللي بنقول عليه اللي هنقول اللي هتمكن من كده، ونساهم في خفض أسعار اللحوم في مصر. بالضبط سيادتك، احنا كنا في الأكساد من يوم 24 ل 25 انعقدت ورشة العمل عن أفاق الإبل وإمكانية تطويرها في الدول العربية. وفعلا الكلام اللي اتقال حسسنا احنا بخجل في مجال الإبل. الدول سبقانا بكتير قوي يا دكتور. طبعا حامد طبعا. بس هم علشان طبيعتهم ما عندهمش بديل، احنا عندنا بديل واللي بيدينا وفرة من اللحوم والألبان فاهتمنا بيه. لكن اللي انا عايز اقول عليه ان احنا اهتمامنا بهذا الحيوان لن يضر باهتمامنا بالحيوان الاخر، لان ده في مكان وده في مكان، ده في بيئه وده في بيئه، مفيش منافسه بين الاثنين. مفيش منافسه بالزبط. بل هي علاقه تكامليه. فاحنا هنتكلم برضو عن، علشان احنا ايه كل مره نتكلم على اللبن وما نكملش، عايزين نخش بقى المره دي على طول بسرعه ونستغل الوقت ان شاء الله. فاحنا بنقول ان الناقه بتبدا في ادرار اللبن بنهايه فتره الحمل ومجرد وضع المولود. عشان كده بنقول ان احنا بنهتم بالناقه في اخر فتره الحمل، في النصف الاخير من الحمل. المربي اللي بيربي في اللي بيعتمد على الرعي
بيجي في آخر الفترة دي احنا بننصحه انه يقدم شيء للنياق بتاعته في آخر فترة الحمل أثناء مبيتها أو آخر النهار، وخاصة أثناء فقر المراعي في الفترات اللي في فترات بتبقى المراعي فقيرة فيها بيندر فيها المطر بالذات في فصل الصيف. فالفترة دي لابد أن يقدم عليقة تكميلية لحيواناته، ولتكن شوية دريس شوية شعير أي حاجة متاحة عنده. هو الجمل بيقبل على جميع أنواع الأعلاف، ما عندوش مشاكل. فبمجرد ما إن شاء الله يعني هو يعمل عملية الدفع الغذائي دي في آخر فترة الحمل، هتلد الناقة مولود جيد وزنه كويس قادر على الاستمرار في الحياة، والأم نفسها هتبقى صحتها كويسة، وهتدر لبن بما يكفي المولود ويكفينا إحنا كمان معاه، لأن هي بتدر اللبن ده أساسا للمولود طبعًا. إحنا أصبحنا دخلاء عليه، بناخد شوية منه فعشان بناخد شوية لازم نهتم بها برضو عشان تجيب لنا وللمولود وتزيد بالزبط. الكمية بالزبط. فبنقول ان الراعي، هل العليقه اللي تقدم للحيوان في الوقت ده حضرتك في وقت فقر يعني انه ما يكونش فيه تغذيه ليها مميزات معينه؟ العليقه اللي بتقدم للابل هي عليقه منخفضه البروتين، ما بيزيدش فيها عن 11%، مرتفعه الالياف، قليلة الحبوب. يعني احنا بنقول الحبوب ما تزيدش فيها عن 30%، الألياف ما تقلش عن 70%، البروتين ما يزيدش عن 11%. فدي عليها يعني مواصفاتها بسيطة وسعرها كويس وموجودة وسعرها كويس ومتاحة من أي حاجة. وهي على فكرة يعني ايه مش مكلفة قوي زي الحيوانات الأخرى طبعا. فاحنا بنقول مجرد بقى ايه ان الناقة تضع مولودها لازم الراعي يكون عنده شوية خبرة، مدرب شوية، يتأكد ان الحوار يقوم بعد بالكتير او ساعة يقف، ويقدر انه ياخد الحلمات ويرضع، ويتأكد من فتح الحلمات، لان احيانا الحلمات دايما بتكون مغطاة بمادة شمية علشان تحافظ على اللبن ده. فاهم فترة بعد الميلاد هي الفترة اللي هياخد فيها الحوار السرسوب ده، لان الحوار بتاع الناقه ما بياخدش مناعه زي الحيوانات الاخرى، ما بياخدش مناعه كافيه من امه اثناء فتره الحمل، لكن بيعتمد على المناعه بدرجه كبيره من السرسوب اللي بياخده خلال الثلاث ايام دي. فلازم الاهتمام في الثلاث لست ايام الاولى من الميلاد بالسرسوب، وانه ياخده على قد ما يقدر وبرضاعه اللبن. فبيتاكد الراعي انه فتح الحلمات، وان الحوار بيرضع كويس، وان عمليه ادرار اللبن بقت شغاله كويس. فده اول يوم بيسيبه يرضع براحته. بعد ما بيخلص الحوار الرضاعه، هو بيقوم الراعي ده بيتولى عمليه تصفيه الضرع علشان ايه؟ علشان يضمن عمليه ادرار مستمر. كمان الناقه فيها حاجه، ان الادرار فيها وقتي، مش زي البقر والجاموس الضرع بيستمر الادرار اللبن في الضرع ويخزن فيه وتيجي تلاقي الضرع ممتلئ. لا، مجرد الناقه ما تحدث عمليه التحنين اثناء الحلابه بيستمر ادرار اللبن وقتي شغال وقت، طول ما انت بتحلب طول ما في ادرار شغال معاك. دي معلومه دي خاصيه للجمل غير الابقار والجاموس. عادة الأبقار والجاموس بيتم حلبهم صباحا أو في نهاية نفس القصة للناقة برضو بتحلب صباحا ومساء. فإحنا بنيجي بعد الثلاث أيام بنعزل المولود ده في مكان لوحده، إذا كانت التربية في حظائر أو في مكان بيتعزل فيه الحيران الصغيرة. لو ما فيش بنعمل حاجة اسمها شمالة بتتحط على الضرع بالنهار، بحيث الحوار لو ماشي مع أمه بيرضع الصبح بيحننها ونحلب. الحوار اللي هو المولود، الحوار اللي هو المولود الصغير بيبقى اسمه بالزبط. حوار بعد كده بنشيل الشمالة دي بحيث نرضع الصبح ونركبها، وآخر النهار بنشيلها برضو نحلب ونرضعه ونشيلها. فبيحلب مرتين في اليوم وبيرضع المولود مرتين. بعد ست أيام النظرا الحوار يرضع مرتين في اليوم. مرتين بيرضع بس. هو في اول 3 ايام بيتساء، بعد كده بيبقى مرتين. هو مرتين علشان انا استفيد من اللبن علشان ولا انا استفيد يعني، وعشان ما اعملش مشاكل للحوار، علشان هو لما بيجوع بيرضع بتبقى الهضم عنده كويس، الحوار دايما ايه ما يحدثلوش لكمه اللبن دي.
طيب، وعشان اشجعه انه ياكل من الطبيعه. بالظبط حضرتك، هو بيبتدي بعد شهر ونص او شهرين بيبتدي ينقي بقى ايه مع امه، واللبن ده هو بيساعده في عمليه الهضم، فما عندوش مشاكل انه ياكل بعد شهر شهرين في المرعى الطبيعي بتاعه. طيب انا في البدايه يعني طبعا ارتفاع اسعار البان الابل والدخل اللي بتحققه بيخلي المربي بيطمع في انه ياخد لبن اكتر. طبعا في بدايه الست ايام هو بيقسم على الحوار، بياخد حلمتين ويديله حلمتين. طب بعد كده اللي بيحصل هو بيطمع كمان في حلمه، فيدي الحوار حلمه وياخد هو ايه ثلاثة. يبقى الحوار هنا لازم ايه، لازم تعويضه بمكملات البان، سواء لبن البقر سعره رخيص او مكملات الالبان بتاعه اللي بتتاخد لعجول البقر نفسها. طبعا النقه ما بتحلبش الا في وجود ابنها، وبتحلب عادة بيبقى الحليب اليدوي بالإيد، يعني بيدخل الحوار عليها تحن بعد كده بيحلب وهو بيرضع معاه. لكن أمكن تدريب النوء على الحلابة الآلية، وأمكن تدريب النوء على أنه يحلب بدون حوار، بس دي بتحتاج بقى إيه لإعداد قطيع من البداية، من أول ما بتكون النوء فيرجن تبقى بكر أول مرة بتلد، يبتدي بقى يجيب الآلات الحلب الآلية وياخد الكبس يركبها على الحلمات، فالحلمات بتاخد الحجم بتاع الكبس، لأن عندنا من مشاكل الحلابة الآلية اختلاف الحلمات، كل حلمة بيبقى لها حجم ويبقى لها شكل، فنحتاج عدد كبير من القبس، فهنا اللي هي الكبات اللي بتركب على الحلمة اللي عايزين لكل واحدة حجم، فبتعمل دي من مشاكل الحلابة الآلية. لكن انت لو جاب قطيع من البداية بتدربه على بياخد الحجم ده بيدنه ماشي عليه، بتقدر تستخدمه حتى مع تدريب النوء انها بتحن بدون مولدها، مع الوقت بتقدر تكون قطيع انه يحلب آلي وانه يحلب. هنا بقى الايه الفكره ايه، ان احنا عندنا في الوضع الطبيعي وفي الحلابه اليدويه ان النقل اللي بتتعود على ابنها اذا مات ابنها بتخرج من الحليب، يبقى انا فقدت المولود وفقدت اللبن. لا، انا لو مدربها انها تحلب بدون ابنها، هنا لو فقدت المولود مش هفقد الايه اللبن. وفي ناس كتير يقول لك ان محصول اللبن اهم عندي من محصول الخلفاه، فبيعمل بيتعمد انه ياخر عمليه التلقيح بتاع النقل، يبقى النقه بتاعته والده في بدايه الموسم، وهو ممكن يلحق الموسم يلقحها يقول لك لا النقه دي مدره للبن وبتجيب لي مثلا 10 لتر ولا 8 لتر، لا انا خليها تولد، خليها تجيب لبن اطول فتره احسن لي من الايه؟ من الحمل، لان هي ساعه ما هتحمل الناقه قبل الولاده بشهرين بتجفف علشان المولود الجديد، فهي لو حملت في الموسم ده وولدت في اول الموسم يبقى قدامها الموسم انها ممكن تلقح، فبالشكل ده هتجيب مولود سنتين، والسنة الثالثة تريح وتجيب مولود السنة اللي بعدها سنتين، يبقى في كل ثلاث سنين تديك ولادتين. فحسب أهمية اللبن أو اللحم بالنسبة للمربي هو بيقول لك أنا ألقح أو ما ألقحش، أو فهو بيدور على إيه، على أيهما أهم بالنسبة له، أفيد بالنسبة له، أفيد اقتصاديا بالنسبة له. بعد احنا ما اذا امكن ودربنا النقة على الحليب بتستمر بقى النقة طول ما هي ما حملتش، تستمر في ادرار الايه الحليب حتى قبل الولادة بايه بشهرين. فهل هو اهمية الحليب بالنسبة له هيقول لك انها دي لا بتجيب 2 كيلو ولا بتجيب كيلو وبتكفيش ابنها، لا القحها احسن في الموسم واخد مولود استفيد بيه. اوكي. لا ده النقه دي بتجيب لبن كويس، لا انا هاجل يعني التلقيح. اقول تجيب لبن كويس لما تجيب كميه قد ايه؟ والله بتجيب لبن كويس لما تجيب النقه، بتجيب يعني احنا كل سلاله لها انتاج معين. عشان كده احنا في التوصيات اللي هنقول عليها دلوقتي بعد ما نخلص، اذا كفت الحلقه واذا ما كفتش يبقى في الحلقه الجايه بقى ان شاء الله ربنا ان شاء الله. طب اسمح لي ناخد محمد من البحيره اولى الاتصالات. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، اتفضل. الله يزيد فضلك. بالنسبه للاستفسار عن موضوع يعني بيسوء شويه في البادو بالنسبه للابل، يعني حضرتك طبعا الابل اللي بتختلف حتى طبيعه المكان والغذاء بتاع الابل، ان هو في الصحراء على احشاب ما بيكونش مثلا فيه دواء ولا فيه كيماويات ولا الكلام ده بالنسبه للابل يعني. تمام. فهل عندنا طبعا بيسود في المنتجع البدوي ان الغذاء الدواء بالنسبه لعلاج الكبد
حضرتك بياخده بالنسبه للبول بتاع الابل كعلاج للكبد. لا لا ده موضوع يعني برضو هنرد عليه ونرد عليه هنرد عليه. في استفسار تاني؟ لا. طيب بشكرك. معانا ايمن من البحيره برضو، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. والله انا بحييك على الحلقه الدسمه ديت، ربنا يحفظك. وبطلب من حضرتك، انا قاعد في مدينه منشاه القناطر بالجيزه، عايز اعرف ازاي اقدر احصل على لبن الابل، لان لبن الابل ده انا كنت بشربه في السعوديه. طبعا كنت بروح البراري وكانوا بيدوني بيحلبوا لي ويسقوني على طول من بذ النقع على طول. طيب فكانت فيها صحه جامده، فانا عايز يا ريت كمان لو تبعتوا لي مثلا عن طريق شحن ولا حاجه، اطلب مثلا عن طريق شحن يشحنوا لي وانا حاسبه على الشحن. انت فين مكانك؟ فين؟ منشأة القناطر. انا منشأة القناطر في الجيزه. منشأة القناطر في الجيزه. معانا. حاضر والله. طيب. لو سمحت يعني لبي طلبي. هنجاوب على حضرتك. ان شاء الله هنلبي طلبك، وسهل جدا. سهل جدا ان شاء الله. بشكرك. طيب نرد على محمد، يعني خلينا نرد على الاستفسارات كده برضو سريعا عشان محمد اللي بيسال عن البول. بص يا محمد، احنا مش ما احناش اطباء طبعا. ولا احنا يعني ايه هنتكلم عنها العلاجيه، لكن التجربه خير دليل يا محمد. التجربه خير دليل. احنا هنعرض لك بعد شويه احنا هنعرض في الحلقه دي تركيب لبن الابل ومواصفاته، ومن خلاله هتعرف بالظبط هو مفيد ولا لا. هتلاقي الاجابه من خلال العرض اللي هنعرضه. لكن احنا بتوع انتاج حيواني بنقول اهميه الحاجه دي للصحه العامه واهميتها للناحيه الغذائيه، وبيجي معها الناحيه العلاجيه اللي انت هتستنتجها. هو بيتكلم على البول. هيجي الكلام، هيجي الكلام عنه. بس خد في اعتبارك ان احنا ما احناش. لا طبعا. يعني لا لا لا. احنا بتوع انتاج. بالنسبه للاخ اللي سال عن كيفيه الحصول على لبن الابل، انت من الجيزه. احنا معهد بحوث الانتاج الحيواني 7 شارع نادي الصيد بالدقي، موجود فيه لبن الابل متوفر. اي وقت حضرتك تيجي هتلاقيه في قسم بحوث الابل موجود، وهتلاقيه موجود ومتوفر باستمرار ان شاء الله، وبسعر معقول جدا. خد رقمي احنا هناخد رقمك ونتواصل معك. ما هتلاقيه موجود، والسعر ما فيش مقارنه يعني بينه وبين بره، والجوده. طيب. وكل حاجه هتلاقيه. طيب. كويس جدا. معانا محمود من الاسماعيليه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا بيك. انا عايز اسال الدكتور، انا عندي حوش مساحته 400 متر. عندك ايه؟ حوش. مساحته 400 متر. ينفع ربي فيه بس؟ طيب ده حاضر، ده سؤال كويس. حاضر، بشكرك يا محمود. محمود بيقول عنده حوش 400 متر ينفع يربي فيه ابل، وخلينا من خلال سؤال محمود نقول اقل مساحه ممكن اربي فيها الابل. تمام. يا محمود، احنا بنقول تربيه الابل ان احنا بنربيها باقل تكلفه. يعني بنربيها باقل تكلفه يعني يعني تكون في مكان مفتوح وبترعى عشان ما تكلفش. لكن انت الحوش عندك موجود اوريدي، خلاص مش هتكلف، والحوش 400 متر، يبقى انت هتقدر تربي فيه. هتعمل للناقه حوالي 20 متر، يعني ده ياخد عندك حوالي 20، لو انت بتسمن هياخد عندك حوالي 20 حوار صغير. طب برضو المكان متاح وانت هتستغله اوريدي مش هتكلف. طب يبقى فاضل لك ايه يا محمود؟ فاضل لك التغذيه. التغذيه في الاماكن اللي زي دي اعتمد فيها بقدر المستطاع على المخلفات الزراعيه. زي ايه؟ زي قش الرز، زي الاعراش، العرش بتاع الفول السوداني، العرش بتاع المحاصيل البقوليه عموما، الفاصوليا، الفول السوداني، المخلفات العقليه، تبن الفول، التبان العاديه، مع قليل من الايه، من العلف المركز. لو انت بتسمن 2 كيلو بس مش اكتر، وعلف ما يزيدش عن 11% بروتين. لو هتحط شعير ما يزيدش عن 3 كيلو او 30% من تركيب العلف. يعني حاول تخلي التكلفه، انت عارف التغذيه بتمثل حوالي 80 ل 85% من العمليه الانتاجيه في الانتاج الحيواني. طبعا كل ما تقلل فيها يا محمود هتزود في الربح. تقلل يعني انت تعتمد عليها على المخلفات على قد ما تقدر. هو سؤاله المساحه تكفي؟ تنفع. المساحه تنفع، ما هي موجوده اوريدي. احنا مش عايزين تكلفه، خلاص هو موجوده كده كده موجوده عنده. يبقى ما كلفناش. يبقى فاضل يوفر في عمليه التغذيه.
اللي هي المخلفات. تمام. والمخلفات الزراعية موجودة. ومخلفات المصانع، مخلفات بالزبط. الفرز، البطاطس ممتازة جدا. يعني أحد الناس أنا شفت واحد كان بيربي على بطاطس، كان بيجيب مخلفات الفرزة بتاعت البطاطس الصغيرة دي أو بتاعت الشيبس والكلام ده، بيدي حوالي 15 إلى 20 كيلو بطاطس في اليوم، ويسيب لهم عرش السوداني. وقال الراجل إن ده احسن 100 مره من اي عليقه مركزه، احسن، ولا ما كانش بدي اي عليقه مركزه هي خالص. التغذيه بصفه عامه سهله جدا، عشان بس ما يروحش يجيب ويعمل زي البقار ويجيب بروتين عالي، ولا كل ما زود البروتين يبقى معدل التحويل اعلى. لا، في الجمال هتبقى العكس هيضر. زياده البروتين والعلاقه دي معلومه مهمه، البروتين معلومة في الجمال هتضر، عشان حضرتك هتكلف فلوس كتير زياده وهتضر نفسك لطبيعة الجمال اللي اتكلمنا عليها قبل كده. مش عايزين نعيد بس كتير في الكلام. طيب ننتقل لموضوع الألبان. نتكلم بقى على اللبن بقى. احنا بقى الاخ اللي سأل عن العلاج والكلام ده، احنا ناس بتوع انتاج حيواني، ما احناش اطباء ولا احنا بتوع صحة، فهنتكلم من الناحية اللي تخصنا. احنا بنشتغل على اللبن وتركيب اللبن، ومن خلاله حضرتك شوف بقى ايه مفيد ولا. فبنقول خواص اللبن. اللبن ده سائل، قلو المذاق، حلو الطعم. مع مرور الوقت زيه زي اي لبن بيطرأ عليه تغيرات، بيتحول للطعم الايه الحامضي. لكن لبن الابل بقى مميزاته عن الالبان الاخرى ايه في التركيب بتاعه. لبن الابل بيحتوي على 80% ميه. ممكن في حاله العطش الشديد الميه ما تقلش فيه، لا تزيد، توصل ل 91%. فده يعمل ايه؟ يدي عمليه احساس بالارتواء، الميه زايده فيدي احساس بالارتواء. كمان اللبن ده البروتين فيه نسبة البروتين عالية، بتصل من 4 لحوالي 25% بروتين، حسب برضو توفر المرعى والظروف الجوية وكل ده. هنلاقي ان في لما بنتكلم على الإبل هنلاقي فيه فاريشن او اختلافات عالية في التركيب، بتعتمد على ايه؟ على الظروف الجوية وعلى توفر المرعى وعلى الظروف اللي بيمر بها الحيوان. فهتلاقي مثلا في البروتين من 4 ل 25 نسبه تفاوت عالي. طبعا ما كل ما يبقى التفاوت كبير وعالي، كل ما يقول لك ان مقدره الحيوان ده المدى اللي بيمشي فيه كبير، فيبقى عنده مقدره على التحمل وفي فرصه للانتخاب والتحسين فيه. فبنقول ان البروتين فيه عالي بالنسبه للحيوانات الاخرى، 4% ل 25. ده يعمل ايه؟ ده يديك حق ان اللبن ده هو غذاء يديك نسبة بروتين تكفي لإيه؟ للنشاط اليوم. طيب هو الدهن فيه منخفض من 2-3%، يعني أقل من الأبقار والجاموس. طب ده يعمل إيه؟ ده يقلل الكوليسترول، يخليه مناسب لمرضى تصلب الشرايين. تمام. وحبيبات الدهن فيه صغيرة جدا. يعني هيجي الكلام بعد كده، في ناس عملت أبحاث وعلى اللبن والدم والبول، قال لك ان في مواد نونيه. يعني ايه مواد نونيه؟ من كلمه نانو، يعني دقيقه جدا. يعني ايه كلمه نانو؟ نانو تصغر الحاجه الى اقل حجم ليها. فهو من طبيعته، هو طبيعته طبيعه نونيه، يعني جزيئاته صغيره جدا. فيقدر ينفذ الى داخل الخلايا، فيعمل ايه؟ فينفذ دخوله الى داخل الخلايا، فيعني ما يعملش بقى الجلطات، ما يعملش الكوليسترول، ما يعملش المشاكل اللي بيعملها الألبان الأخرى. في كمان 3-6. يبقى هو مناسب لبعض الناس اللي عندها أمراض، هو مثلا مناسب لكل الناس وخصوصا أمراض قلب، أمراض هو ستك مناسب لكل الناس وخصوصا وخصوصا بالزبط. احنا لما نطلع في آخر الحلقة دي هتلاقي احنا هنقول كلام، يعني ايه كلام؟ يعني هقول لك انت ما خليتش حاجة لبن ليبل ما يعالجهاش. لا فعلا هتلاقيه، يعني ده اللي هيتقال في الاخر. فبنقول في 3-6% مواد سكرية. المواد السكرية اهمها ايه بقى؟ سكر اللاكتوز. السكر اللاكتوز عالي فيه مقارنة بالايه؟ بالحيوانات الاخرى. اللاكتوز ده بانزيم الاكتاز بيتحول لجلوكوز، والجلوكوز ده هو مصدر الطاقة، وهو مصدر غذاء المخ وغذاء الخلايا الايه؟ الخلايا اللي موجودة في الجسم. بيحتوي كمان على 14-37% من كلوريد الصوديوم. والصوديوم مش صوديوم بس، في صوديوم وفي بوتاسيوم، وفي صوديوم وكالسيوم وبوتاسيوم. اهميه الصوديوم والبوتاسيوم ايه بقى؟ المريض اللي بيبقى عنده احتباس ميه، رجليه ورمه ولا كده، فبيروح الاطباء بيصفوا له المدرات البول. مدرات البول زي اللاسكس وغيره، المواد الكيماويه دي بتعمل ايه؟ بتسحب الميه دي بما فيها من املاح،
فيقوم يقول لك حصل عنده نقص في الكالسيوم في البوتاسيوم والصوديوم، الحق اديله اقراص بوتاسيوم وصوديوم، الخلايا بدات الجلد ينشف بالظبط. طب اللبن الابل يعمل ايه؟ يعمل اضرار للبول وفي نفس الوقت يمده بالايه؟ بالصوديوم والبوتاسيوم. يبقى هو مضر طبيعي للبول وهيمدك بايه؟ بالصوديوم والبوتاسيوم. يبقى مش هيخلي مش هيفرغ الجسم من بعض العناصر المهمه اللي بيحتاجها. بالظبط حضرتك، مش هيخليه في احتياج لحاجه في نفس الوقت. شوف بقى حضرتك ده ينفع طبيعي علاجيه ولا لا، احنا بنعرض وانت شوف ينفع علاج ولا لا. واحنا طيب معانا مداخله من السعوديه، دكتور معيد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. مساء الخير يا دكتور حامد. مساء النور، اهلا بحضرتك وبكل اهالينا في المملكه العربيه السعوديه. خلينا اعرف بقى، ده الدكتور معيد العتيبي اللي منورنا، وعلى فكره ده صاحب مساحه عالم الابل على تويتر، والمساحه دي بتفيد مربي الابل وبتفيدنا احنا، بنستفاد بيها والله. والراجل ده دكتور احمد، وانا اشكرك يا دكتور معيد على هذا الاداء الجيد الطيب اللي احنا بنستفاد بيه فعلا، وان شاء الله نتمنى انه يكون فيه يعني يستمر ويكون فيه على شكلته كتير يفيد فعلا. طيب نديله فرصه بس. اتفضل يا دكتور معيد. اهلا يا دكتور حامد. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. أول شيء أشكركم على هذا البرنامج الجميل حقيقة، وهذه القناة اللي متابعة من الدول العربية اللي تخدم الفلاح وخاصة البرنامج وتخدم المواطن بجميع ربنا يعزك الدول العربية. أهلا بيك، دي شهادة نعتز بيها. الله يسلمك ويوفقكم إن شاء الله، وأنت أستاذنا وتعلمنا منك الشيء الكثير في تقديم البرامج، بحكم أني سبق وقدمت برامج كثيرة يعني. ربنا يحفظك. وبعدين انتم استضفتوا ثروه صراحه، ثروه فكريه الدكتور احمد حقيقه، كان معنا في مساحه واستفدنا منه كثير، وكان معنا ضيوف من الدول العربيه. واهنيكم في مثل هذه الافكار صراحه. طب خلينا نتكلم دكتور معيد عن الابل في المملكه العربيه السعوديه. انا طبعا يعني كان لي الشرف، وانا الحقيقه بعتز باشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، ولي اصدقاء كثير وسافرت السعودية وقعدت فيها مدة كبيرة. يعني نتكلم عن الإبل في المملكة العربية السعودية. والله دكتور حامد، أول شيء الإبل يعني إيش نقول إيش نخلي فيها، والله سبحانه وتعالى ذكرها في محكم آياته، بلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا المخلوق صح. حقيقة المعجزة حتى الآن مع تطور العلم لم يكتشف الكثير في هذا المخلوق. أكيد. حقيقة أنه يمكن الآونة الأخيرة أنا زرت مركز الأبحاث الحيواني في مصر، قابلت الدكاترة ومنهم الدكتور أحمد، وهؤلاء في مركز الأبحاث حقيقة لهم جهود كبيرة ويشكرون عليها. احنا في السعودية هنا الحمد لله مهتمين في هذا المخلوق على مستوى عالي من الحكومة، يعني كيف لا، وولي العهد الله يحفظه محمد بن سلمان هو المشرف العام على نادي الإبل في المملكة العربية السعودية. تمام. وزي ما تعرف أنه عدد الإبل المشرحة في المملكة العربية السعودية وصل ما يقارب 1,800,000 راس. ما شاء الله ما شاء الله. دكتور معيد، دكتور معيد، المشرحة بس وضحها، اللي هي المرقمة بالشرائح عشان بس تبقى واضحة للمستمع. هذه جهود وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية وضعت شرائح في الإبل لمعرفة هذا السلالات، يعني الترقيم الإبل. يعني ترقيم للإبل عن طريق الكتروني، ترقيم الكتروني بالشرائح وحفظ السلالة وحفظ الملكية. ما شاء الله، دي تكنولوجيا عالية يا دكتور معيد. يعني نعم اكيد. وصلوا الى 1,800,000 راس او متن في المملكة، وما زالوا يعملون في هذا المجال. هل عن طريق النقطة دي مهمة دكتور معيد بعد إذن حضرتك، هل عن طريق هذه الشرائح بتتتبعوا الحيوان؟ يعني حضرتك بتبقى عارف عمره وسنه ومكانه وكده؟ بالضبط. هو علشان يعرفوا تاريخه، علشان يعرفوا تاريخه ويعرفوا الأمراض اللي مرت على هذا الكائن الحي. ما شاء الله، دي فكرة رائعة. تمام. ويعرفوا ملكيته. يعني على سبيل المثال اليوم أنا عندي ناقة أو عندي جمل ومشرح وبعته على الدكتور احمد مثلا، تنقل ملكيه هذه الشريحه الى الدكتور احمد.
ويبقى هذا الحيوان متابع من الجهات المختصة. نعم، من وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية. تمام. وهذه جهود وحقيقة عمل جبار جدا ومتطور. طبعا طبعا ده شيء رائع، بس أنا أعتقد أن عدد الإبل في المملكة العربية السعودية أكثر من كده بكتير. يعني أنا ذكرت لك المشرح، المشرح ما زالوا في طور التشريح يعني. تمام تمام. فالمملكة تعرف أنتوا أنه أول نادي في العالم نادي الإبل في المملكة العربية السعودية، والشيء الثاني المنظمة العالمية للإبل موجودة في المملكة العربية السعودية ويتبعها 105 دولة. والحمد لله أنه مصر من الدول التابعة لهذه المنظمة، ويرأسها الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، وهو رئيس أيضا لنادي الإبل. لا، والسباق اللي كمان اللي بيتم إقامته كل عام في المملكة العربية السعودية الخاص بالهجن، يعني هذا مهرجان الملك عبد العزيز، وهو في النسخة السادسة العام الماضي، والسنة هذه النسخة السابعة، يشارك فيه 37 ألف رأس من الإبل، متن من الإبل في يعني الألوان، ويحظى ملاك الإبل. طبعا الإبل وصلت إلى الملايين، وأمس قريبا هذا شرى رجل الأعمال عبد الله النهدي جمل بعشرين مليون ريال سعودي. ما شاء الله. وأكبر شرف لهؤلاء في المملكة العربية السعودية هي مصافحة الملك سلمان حفظه الله. طبعا. وهو من يقوم بتسليم الجوائز في نهاية هذا المهرجان. طبعا طبعا. هل في دعم بتقدمه الحكومة السعودية، حكومة المملكة، كل الدعم لمربي الإبل؟ كل الدعم. في دعم كبير جدا، ودعم لا محدود، ودليل على ذلك انه المشرف على المهرجان وعلى نادي الإبل هو سمو ولي العهد حفظه الله حمد بن سلمان. واكبر دعم انه اليوم ممكن تبيع الحوار بمليون ريال، يصل الى 500,000 الى مليونين. هذا اعتقد انه اكبر دعم، لانه يعني بدون راس مال. طبعا طبعا. يعني لو حضرتك حابب تضيف اي معلومات اخرى. بس انا اللي عايز بقى انا اللي عايز اقول. طيب. الدكتور معاذ العتيبي هو اعلامي، واعلام مش سهل، اعلام مخضرم. بس انا عايز افكرك بالتعاون اللي احنا اتفقنا عليه، واتكلمنا انه هيبقى في مجال تطوير مركز دراسات الابل، وانت وعدتنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، وانتوا تشرفونا وتنورونا يعني. أنا دكتور أحمد، ممكن دكتور أحمد ما عرفني كويس، أنا المدير التنفيذي لقناة الصحراء، وقناة الصحراء هي أحد القنوات المهتمة بالتراث وخاصة. أهلا بيك. طبعا يعني قناة الإبل. طبعا شهادة حضرتك لقناة مصر الزراعية تسعدنا أكثر يعني. ما في شك يا حبيبي، ما في شك، وهذه أنتم عندكم مهنية عالية صراحة. ربنا يعزك. يستفيد منها كل ربنا شخص. ربنا يعزك. بس أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يكون بينكم تعاون كبير إن شاء الله. اسمح لي دكتور معيد أخذ من حضرتك وعد على الهواء، عندما تكون في زيارة لبلدك الثاني مصر إن شاء الله تشرفني في هذا البرنامج صوت الفلاح. يشرفني يا دكتور حامد، ومصر حقيقة غنية، وفي ثروة عندكم كبيرة جدا في الفكر وفي العلماء وفي الثروة الحيوانية، وفي يعني اعتقد انه مصر والسعوديه اليوم الحمد لله أكيد ما بين طبعًا الحدود أكيد السياسيه فقط. اكيد طبعا، اكيد اكيد. نشكر حضرتك. تفضل. عز وجل ان يحفظ سعاده الرئيس، وان يحفظ حكومتنا الرشيده، وان يحفظ أكيد هذه الشعوب. أكيد. الوفية صراحه. يا رب يا رب يا رب. شكرا لك دكتور احمد، شكرا للدكتور حامد على اعطائي هذه الفرصه من واحنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، وفي انتظار تشريف سيادتك لمصر ان شاء الله تكون معنا في هذا البرنامج ان شاء الله. تحياتي لشعب مصر الجميل، واحنا بنحيي حضرتك وبنحيي كل اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه. شكرا حفظك الله. نشكرك يا فندم، نشكرك. الحقيقه شيء رائع فعلا. هو على فكره في الزياره اللي فاتت بس كان وقته ضيق. كان فعلا ان شاء الله في الزياره، انا كنت مرتب في الزياره اللي فاتت، بس الوقت لا وقت حضرتك ولا وقته، فاللي جاي ان شاء الله هنرتبها بمتسع الوقت ان شاء الله ان شاء الله. زي ما حضرتك سمعت ان المملكه بتولي اهتمام
يعني دكتور معيد بيقول لي الحوار يصل سعره لمليون ريال وخمسة يا بيه ومليون وخمسة ده الحوار صغير بينما الجمل المناسب بالطريقة اللي بيقولوا عليها دي بيصل لخمسة مليون ريال واضرب في خمسة يبقى 25 مليون جنيه مصري يعني ميزانية فعلا طبعاً. فإحنا إن شاء الله أنا هاخد بس النقطة دي منه بصدد عمل مشروع برضو هنا في مصر لترقيم الإبل وهنبتدي احنا مش هنقدر ندخل على موضوع التشريح او تركيب الشرايح اللي هم ركبوها دي مباشرة لكن هناخد كمرحلة اولى ان احنا هنبتدي حصر الابل وانا من خلال البرنامج بدعو جميع مربي الابل في جمهورية مصر العربية وخاصة الساحل الشمالي والصعيد وكل من يربي ابل للتعاون مع الوحدات الزراعية في حصر الإبل ليه هو اللي حقيقي لحضرتك المهندس الزراعي الوحدات الزراعية ولا البيطرية لا الزراعية هي الأكثر انتشارا فهيجي لحضرتك المهندس الزراعي هيحصر عندك كم ناقة وكم حوار وكم جمل الحصر المبدئي دي اسمه حصر مبدئي لما نعرف قاعدة البيانات دي هيبدأ امتى يا دكتور ان شاء الله احنا هنقدم مشروع لان احنا لسه مخلصين الورشة بتاعت الاكساد وعرضنا عليهم الموضوع هم عرضوا يدعموه فالمشاريع بتقدم هنقدمه عن طريق الوزارة والوزارة هتقدمه للاكساد بس مجرد يجي التمويل ان شاء الله. فانا بدعو للمربين مجرد ما تعرف ان فيه حملة او في مشروع لتسجيل الابل ان تتعاون ليه التعاون واحنا نساعدكم على فكرة من خلال القناة ومن خلال البرنامج ان شاء الله التعاون ده هيكون مفيد لمربي الابل هيبقى هو في البداية هيبقى حصر ورقي بعد كده بعد ما نحصر ونعرف عندنا 100,000 رأس 200-300 هنبتدي نوفر لهم ايه موضوع الشرايح اللي انت بتتابع حيواناتك بيها وهنبتدي نشوف المشروع هيكلف كام ونبتدي نطلب الدعم فده هيعود عليك من خلال هذه الشرايح اخي المربي مربي الابل اللي احنا ان شاء الله عايزين نخدمك فانت لازم تخدم نفسك الاول من خلال هذا المشروع هتقدر تشارك في السباقات الدولية هتقدر تشارك في المهرجانات قد يفوز عندك جمل برقم من الارقام اللي انت سمعتها فاذا فاز فانت سعدت ان شاء الله سعادة الدارين وعلى فكرة في شرم الشيخ في سباق الهيجن اللي فات الناس اللي شاركت خدت جوائز من ولي العهد الاماراتي وهو حاكم الامارات حاليا الشيخ محمد بن زايد وكان حضر بنفسه وادى الناس جوائز وحاجات عينه كويسه وهم غير مناسبين لما تبقى مناسب بقى ومسجل ومرقم بقى شوف بقى طبعا ده موضوع مهم محطوط على القاعده فاحنا بنقول عشان يتعاونوا معانا بس ان شاء الله بعد اذنك ناخد سعيد من دمياط الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور حامد اهلا بيك ازيك وازي اضافك الكريم كده شرفت جدا والله ان انا اتواصل معاكم يعني اهلا بيك اتفضل اهلا بيك بقول لحضرتك انا عندي ارض في الوادي الجديد يعني عاوز ازرع برسيم حجازي واقوم عليها المشروع هل ينفع البرسيم الحجازي تعالج لوحده يعني من بدون اي اضافات للابل يعني ان انا اقوم عليه المشروع ده ولا بحتاج اي اضافات ثانيه يعني انت عاوز تعمل مشروع الابل مظبوط يعني بفكر مثلا ان هو البرسيم الحجازي طبعا البرسيم الحجازي متوفر في الوادي الجديد يعني يعني سعره رخيص وكده ومتوفر احسن من مثلا اعلاف الجافه وكده فبحيث ان هو ايه يعني مثلا عاوز الاستفاده بتاعته بدل ما بيعه بالطن والكلام ده ويبقى انا ايه مثلا عاوز الاستفاده فانا مثلا هزرع برسيم وهقدم عليه المشروع يعني حاضر هتسمع الرد من الدكتور احمد حالا بشكرك شكرا هو سعيد بيقول عنده برسيم حجازي في الوادي الجديد ومتوفر فبيقول هل ممكن يعمل مشروع الابل ويستخدم البرسيم الحجازي في تغذية الإبل بدون إضافات ولا لازم في إضافات كافي ووافي يا سعيد كافي ووافي البرسيم الحجازي كافي ووافي وإنت فكرت صح إن إنت بدل إحنا بنقول إن مربي أو بتاع الإنتاج الحيواني اللي بيشتغل في الإنتاج الحيواني كل ما ياخد العملية كاملة كل ما يكون أفضل يعني إنت عندك برسيم بتبيعه واحد بيعلف عليه ويسمن وايه ويكسب انت بتلم العمليه كل ما تلم العمليه كل ما تكملها كل ما يبقى افضل انت هتسمن على البرسيم بتاعك هتشوف النتائج وخاصه لما تعمله دريس هتشوف منه خير وهو وافي جدا وكويس وتحليل البرسيم الحجازي فعلا تحليل كيماوي له اثبت ان هو كافي للابل وبالاضافه لبعض المخلفات اللي عندك الثانيه انت في الوادي الجديد هتلاقي في مخلفات ثانيه عرش فاصوليا عرش زداني اي اعراش هتلاقي موجود عندك اي مخلفات ثانيه هتفيد معاك مفيش هو ده هيكون كافي ووافي ان شاء الله
خلينا نرجع لموضوع الألبان، لأن كالعادة يبدو أن الوقت هينتهي قبل ما نستكمل الموضوع. ما هو أنتوا بقى الإعلاميين بقى إيه ربنا يعزك. لا هو الموضوع، هو الموضوع مشيق جدا وفرصة أن احنا، وأنا شايف أن في تفاعل من المواطنين ومهتمين بهذا الموضوع، وهنستمر فيه على فكرة. إن شاء الله هنستمر، إن شاء الله نستمر فيه، لأن احنا عاوزين نغير فكرة يا جماعة، عاوزين نغير بقى سلوكنا. يعني احنا عندنا ثروة، فعلا ثروة، ليه ما نستغلهاش؟ احنا عندنا ما شاء الله مساحات كبيرة جدا من الصحراء في محافظات الصعيد والظهير الصحراوي، يعني 90% من مصر صحراء يا جماعة، نستغلها، ودي بيئة مناسبة للإبل، ده مهم قوي. يعني احنا مش هنغير، احنا هنعمل إضافة علشان استراتيجية مصر 2030 والظروف اللي مقبلين عليها، لازم نعمل إضافات، لازم نضيف، لازم نزود أكلنا، لازم نزود إنتاجنا، فالإبل إضافة وليست إيه، ما بتنافسش حاجة تانية، هي إضافة وزيادة. بالضبط. طيب خلينا ناخد آخر اتصال. السيد من الدقهلية، ألو. لو سمحت يا دكتور، عايز أسأل بس الدكتور أحمد سؤال. تفضل. لو حبيت أشتري إبل عشار أشتروه منين؟ حاضر معلش يا دكتور، أنا من الدقهلية يا دكتور. بشكرك. بص يا سيد، أنت عايز تشتري إبل عشار، احنا عندنا لو دخلت على صفحة مركز دراسات الإبل بمرسى مطروح هتلاقيهم حاليا عارضين فعلا في نوق معروضة للبيع، ودي نوق كويسة، وهتبقى عندك هتجيب نتائج حلوة. أسعارها تقريبا يا لا أسعار ما نقدرش نقول، لأن دي بتبقى بقى بالمظاريف والكلام ده حضرتك عارف. فاحنا ما نقدرش نتكلم، يعني هي أسعارها ما نقدرش نتكلم بيها. كمان عندك السوق بتاع برقاش، في الجمال موجودة فيه، وعندك سوق حلايب وشلاتين، والمحافظات فيها برضو الزقازيق فيها، يعني الأسواق منتشرة يعني، وهتلاقي فيها جميع أنواع الجمال بالذات. هو دكتور أحمد، للأسف المخرج بيقول لي الوقت انتهى، وإحنا متعودين على ده، لأن الموضوع شيق وما زال الموضوع مفتوح، وما كملناش حتى موضوع ألبان الإبل. إن شاء الله يبقى لنا لقاء إن شاء الله قريبا عشان نستكمل هذا الموضوع ونستمر في موضوع الإبل، لأنه الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا اللي فيها حلول كثيرة جدا لمشاكل الإنتاج الحيواني في مصر. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، لا يسعني أن نتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الأستاذ دكتور أحمد موسى، الأستاذ المساعد بقسم بحوث الإبل بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية. بشكرك جدا دكتور أحمد على هذا اللقاء. العافية يا فندم، ربنا يبارك فيك. الشكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم غدا بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.